لو انت طالب او ولي امر وبتعمل البحث فالفيديو ده يهمك، وفي نهاية الفيديو هقولك على حاجة مهمة جدا علشان بحثك ما يترفضش وتلاقي نفسك مضطر انك تمتحن وإلا تعيد السنة. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنبتدي، هنلاقي قدامنا صور وتحت كل صورة جملة بتوصفها، وتحت خالص اسم المصدر نفسه اللي احنا جايبين منه المعلومة دي بنفس الشكل، اسم الكتاب برقم الصفحة. ده في حالة ان احنا نقلنا جملة زي ما هي وحطناها في البحث بشكل اللي هو شايف انها تخدمني في فكرة البحث. طبعا مش شرط ان انا هنقل الجمل زي ما هي، يعني انا ممكن استخدم اغير الكلمات نفسها اللي هو في بداية الجملة اسم الفاعل، او اغير الجملة كلها اعمل جملة بنفس الشكل او شكل مقارب ليها بحيث انها تخدم فكرة البحث بتاعي، لكن مش شرط ان انا هنقلها زي ما هي. وبعد شوية هقول لكم ممكن نعمل ايه تاني غير الجمل دي. طبعا دي كده الجمل اللي خلصت، دي المحادثات. برضو ممكن ان انا استفيد بجملة في المحادثة تخدم فكرتي في البحث او اصيغها بشكل تاني، ودي طبعا الكلمات في حالة ان انا حبيت اعمل انا الجمل بنفسي مش اللي انا انقلها. الكلمات دي هتفيدني جدا في بناء الجمل كلها بالشكل اللي يخدمني في فكرة البحث. ودي طبعا بعض الخطوات اللي هتساعدنا في تكوين الجمل اللي عنده مشكلة انه يكون جملة بشكل سليم وبعلامات ترقيم سليمة، لان العلامات الترقيم من احد شروط قبول البحث، فالخطوات دي هتساعدنا جدا. وده طبعا كمان باراجراف عن الماء، ده هنلاقي المصدر بتاعه في فيديو اولى اعدادي، وده كمان هيفيد مجموعة الابتدائي. لان الحاجة اللي انا حبيت اقولها لكم اللي قلت لكم اقولها لكم بعد شوية هي ان الابتدائي ممكن ما يستفدش كمان بالفيديوهات بتاعته، لا يستفيد بفيديو الاعدادي، يعني يدخل في فيديوهات الاعدادي هيلاقي باراجرافات كتير هتفيد الافكار بتاعته في البحث بتاع الابتدائي زي الطاقة والماء والسياحة الى اخره. ونفس الكلام الاعدادي ممكن يستفيد بستة ابتدائي، فيديو ستة ابتدائي هيلاقي برضو مواضيع زي تاريخ الكمبيوتر وتاريخ التلفزيون ممكن يفيد الفكرة بتاعته في بحث التكنولوجيا. فانا مش شرط ان انا ادور في الفيديو بتاعي بس، لا انا هلاقي حاجات في السنين التانية. طبعا روابط الفيديوهات دي كلها هتلاقوها في الوصف او الديسكريبشن، يعني اضغط على عنوان الفيديو هيظهر لك كل روابط الفيديوهات دي بحيث تقدر تدخلها بسهولة وتشوف منها الموضوع، تشوف بقى كل المواضيع اللي فيها اللي ممكن تساعدك في موضوع البحث. طبعا لو عجبك حاجة في الفيديو توقف الفيديو او ان انت ترجع تاني تشوفها مرة تانية، والباراجرافات دي كلها هسيبها لكم في رابط تقدروا تحملوها ان شاء الله تحت الفيديو برضو. وفي نهاية الفيديو الحاجة المهمة اللي قلت لك هقول لك عليها علشان البحث بتاعك ما يترفضش وتضطر وتلاقي نفسك لازم تمتحن وإلا تعيد السنة، هي ما تخليش حد يستغلك او يضحك عليك ويقنعك ان البحث صعب وانك مش هتعرف تعمله لوحدك وتضطر انك تروح لاي حد مهما كان سايبر او ايا كان الحد اللي انت رايح له وتخليه يعمل لك البحث، لانه زي ما هيعمله ليك هيعمله لغيرك ومش هيغير الا كلمات بسيطة ما بين كل بحث والتاني. ودلوقتي بقى في تولز على السيستم عموما تقدر تعرف الابحاث المتطابقة وتحسب عدد الكلمات المترادفة بين كل بحث والتاني، فليه تحط نفسك في موقف زي ده وتتفاجئ تلاقي بحثك اترفض والابحاث اللي اتعملت كلها اترفضت في حين ان الموضوع سهل جدا، وتضطر بعد كده تلاقي نفسك لازم تمتحن عشان تنجح وتخش في دوامة كبيرة. فالموضوع سهل، لو انت لسه مش عارف ازاي تعمل البحث او مستغرب الموضوع في فيديوهين نزلتهم قبل كده شرحت فيهم شرح مطول ومبسط لكل تفاصيل البحث، اي حد مهما كان لو سمعه مش هيلاقي اي حاجة صعبة بعدها فعمل البحث. هتلاقي الفيديوهين في الرابط في وصف الفيديو، يضغط على عنوان الفيديو هيظهر لك الديسكريبشن او الوصف تقدر تشوف الفيديوهين، ولو في اي حاجة صعبة تقدر تبعت لي رسالة الصفحة او تسيب لي تعليق بيها وانا هساعدك على طول. ما تنساش تشترك في قناتنا وتعمل اعجاب للصفحة، وبالتوفيق ليكم، سلام عليكم.